السلام عليكم. انفجارات غامضة هزت العمق العراقي في 24 ساعة الماضية، وكل أصابع الاتهام تتجه إلى إسرائيل بأنها هي التي كانت خلف هذه العملية. وكالة رويترز تحدثت عن الكثير من تفاصيل ما جرى، وكذلك The Guardian البريطانية وعدد من الأوساط العربية والمحلية العراقية المهمة تحدثت عن الكثير من تفاصيل ما جرى. اللحظات الأولى لهذه الانفجارات ظهرت بهذا الشكل. تلاحظ من طبيعة الانفجار هنا بأن الانفجار فعلا قد جاء في نقطة تتواجد فيها أسلحة، كما هو واضح من طبيعة الانفجار. هي جاءت طبعا في محافظة بابل، والبيانات الرسمية كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هذه الانفجارات أدت إلى مقتل عنصر أمني بالإضافة إلى جرح 8 آخرين. انفجارات هائلة للغاية، ولا زال هنالك ارتباك حول ما الذي جرى، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا التحالف الدولي أصدر بيانا رسميا مباشرة بعد هذه الانفجارات، وقالوا بشكل واضح بأن القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي ليست مسؤولة عما جرى، ولم تكن لديها أي طائرات في المنطقة، وبالتالي لا علاقة لهم بهذا الهجوم. كذلك أن نيك شيفرن وهو أحد المراسلين في بي بي اس نيوز أور كان قد تحدث أيضا اليوم بهذه التغريدة بأن مسؤولا إسرائيلي أبلغه بأن إسرائيل ليست مسؤولة أو ليست من ضمن أو لم تقم بأي عملية في الداخل العراقي. وخلية الإعلام الأمني كانت واضحة وقالت بأن لم تكن هنالك أي طائرات نهائيا إن كانت مسيرة أو مقاتلة قبل وبعد الانفجار الذي جاء طبعا في محافظة بابل. وهذا هو الذي جعل الكثير من الشكوك أن تظهر طبعا على عدد من المستويات. ولكن سرعان ما جاءت اللقطات صباح هذا اليوم لتصوير الموقع لتوضح بأن هنالك حفرة كبيرة، الحفرة تصل ويصل عمقها إلى ما يقارب 3 إلى 5 أمتار، بالإضافة إلى أن عرض هذه الحفرة التي نراها هنا هو يأتي على مساحة مهمة للغاية وهي 10 أمتار. هذا يوضح بأننا أمام صاروخ هو الذي يبدو بأنه قد سقط طبعا في هذه النقطة. عادة الصواريخ هي التي تترك مثل هذه الآثار، بالإضافة إلى وجود أشلاء أيضا قد وجدت في هذه الحفرة لإحدى الأجنحة التابعة لإحدى الصواريخ أو للصاروخ الذي استخدم في عملية الاستهداف. وهذا الجناح هنا يتطابق تماما أو تقريبا بشكل متطابق مع صاروخ بيفوي 5 الأمريكي. لاحظ هنا الأجنحة الموجودة، إذا ما اقتربنا هنا على هذا الجناح لهذا الصاروخ ستلاحظ نوعا ما بأنه متطابق تقريبا بنسبة 100% مع الضرر الذي طال طبعا هذا الجناح هنا. وهذا يوضح تماما بأننا قريبين للغاية من طبيعة أن صاروخ بيفوي 5 هو الذي استخدم، وهو صاروخ أمريكي. وعادة طائرات يورو فايتر تايفون هي التي تحمل هذا النوع من هذه الصواريخ، والولايات المتحدة لا بل حتى إسرائيل تمتلكان هذه الطائرات وتمتلك البيفوي 5. وبالتالي هذه كلها مؤشرات بأن هذا الصاروخ الذي يعمل بالليزر وهو صاروخ مجنح وصاروخ موجه هو الذي استخدم في هذه العملية تحديدا. وكذلك ظهرت العديد من المستودعات المدمرة جراء هذه الضربة، وسنلاحظ بأننا هنا أمام مستودع أول ثاني وثالث ورابع وخامس، 5 مستودعات. تلاحظ بأن السقف الخاص بهذه المستودعات لم تضرب نهائيا، وكذلك أن هنالك مساحة أيضا من هذه المستودعات حتى نقطة الاستهداف التي نراها هنا. وبالتالي هنا إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع وبسرعة، هذه هي نقطة الدمار. نلاحظ بأن هنالك بعض البقايا لطبيعة مستودع أو كرفان من الكرفانات التي ضربت، وهذا يوضح بأن هذه النقطة ليست مساحة مفتوحة التي ضربت، بل أن هنالك شيء ما قد ضرب. وكذلك بجانب هذه الحفرة تلاحظ هنا بأن هنالك نقاطا كونكريتية كما هو واضح، وأيضا أن هنالك جدار، وهذا الجدار مدمر، وهذا الجدار بعد هذا الجدار تأتي المستودعات التي رأيناها قبل قليل، 5 مستودعات. وتلاحظ هنا طبعا هذه هي نقطة الضربة، وبمسافة نلاحظ المستودعات. المستودع الأول يأتي بهذا الشكل الهلالي، هذا بشكل هلالي كما نلاحظ، وكذلك تقريبا بهذا الشكل تقريبا مستقيم إذا ما نظرنا إليه من القمر الصناعي هو الواضح بهذه الطريقة. وكذلك أنت أيضا أمام هذا المستودع الذي يأتي بهذا الشكل المثلث تقريبا، والذي سيعطينا فكرة عن طبيعة هذا الموقع ونتأكد كيف جاءت هذه الضربة. إذا ما اتجهنا إلى موقع الاستهداف
في محافظة بابل. قاعدة كالسو العسكرية هي التي استهدفت، هي تأتي إلى جنوب بغداد على مسافة تقريبا 48 أو 49 كيلومترا. هذه هي القاعدة التي نراها بفحص المنطقة بشكل دقيق. سنلاحظ أن النقطة الوحيدة المتوافقة مع ما رأيناه هي هذه المنطقة، 5 مستودعات كما نلاحظ، لنقترب منها الآن قليلا لنتأكد من العلامات التي أشرنا إليها. ستلاحظ كل شيء متطابق، الشكل الهلالي لهذه المستودعات تبدو بشكل مستقيم تقريبا مع الشكل المثلث لهذا المستودع، وبأن هنالك مساحة ترابية كما نلاحظ حتى نصل إلى الجدار الذي يحيط بهذه المستودعات. وسنلاحظ أيضا بأن النقاط الكونكريتية التي لاحظناها قبل قليل هي ظاهرة هنا، هذه هي النقاط الكونكريتية. إذا ما توقفنا هنا هذه هي النقاط الكونكريتية، وهذا يعني بأن هذه المنطقة أو هذه الكارفانات هي أو الحاويات هي التي يبدو بأنها نقطة الاستهداف ونقطة الحفرة، وخاصة أن الجدار أيضا واضح هنا، وجدار أساسا كان مدمرا. يعني باختصار الذي جرى والسيناريو الذي مر على العراق ليلة يوم أمس مع كل هذه التفاصيل يوضح لنا بأن المستودعات الآن تطابقت مع ما رأيناه، هنالك مساحة، الجدار، وهذه هي النقاط الكونكريتية، وهذه النقطة التي على ما يبدو هي كانت الهدف الأساسي. وبالتالي يبدو بأن هنالك الكثير من الأسلحة، إن كانت طائرات مسيرة أو صواريخ، بسبب الانفجار تسببت بعصف كبير وهي التي دمرت هذا الجدار، وتسببت أيضا بدمار في هذه النقاط التي يبدو أيضا هي كانت تحتوي على أسلحة، وبسبب هذا العصف الهائل تدمرت كل هذه المستودعات، ولكن بقيت السقوف الخاصة بهذه المستودعات من دون أي مشاكل، وبالتالي لم يكن هنالك أي صاروخ قد ضربها. وهذا يوضح بأننا أمام، على ما يبدو من خلال ما ظهر أمامنا، بأننا أمام صاروخ واحد هو الذي ضرب هذه النقطة وتسبب بكل هذا الدمار. والسؤال الأكبر هنا، من أين جاءت هذه الطائرة؟ من أين من الممكن لهذه الطائرة أن تنفذ مثل هذه العملية؟ هنالك الكثير من السيناريوهات. الأمر الواضح طبعا بحسب خلية الإعلام الأمني أن الطائرات لم تكن فوق الأجواء العراقية، إذن من أين استهدفت هذه المنطقة؟ طبعا في 48 ساعة الماضية التايمز أوف إسرائيل كانت قد نقلت بأن المملكة الأردنية الهاشمية أبلغت إسرائيل عبر الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ممنوع على إسرائيل استخدام أجوائها في أي عملية بأي شكل من الأشكال ضد أي طرف كان من ضمن هذه الأطراف هي إيران. وكذلك أن نيويورك تايمز أيضا نشرت بعد الهجوم الذي طال العمق الإيراني والذي سنتحدث عنه بعد قليل من قبل الجانب الإسرائيلي، لم تستخدم الأجواء الأردنية نهائيا في هذا الاستهداف، لا بل العكس، أن أجواء أخرى هي التي استخدمت في هذه النقطة أو في هذا الاستهداف. وعلى هذا الأساس هذا كله يوضح لنا أن الطائرة التي قامت بالاستهداف هي كانت تحلق فوق الأجواء السورية ونفذت هذه العملية مباشرة إلى جنوب بغداد ولتضرب قاعدة كالسو الموجودة طبعا في محافظة بابل. وهنا السؤال، من الذي نفذ هذه العملية؟ الولايات المتحدة الأمريكية عادة إن استهدفت أو قامت هي بالاستهداف تعلن مباشرة بأنها خلف هذا الاستهداف دون خوف أو حرج، ولكن التحالف الدولي كان واضحا مع المتحدث باسم البنتاغون بأنهم لم يكونوا خلف هذه العملية. كذلك أن الفصائل المسلحة المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مباشرة بعد هذا الاستهداف بأنها ردا على هذه الضربة قامت باستهداف إيلات. ليس واضحا إن ما وصل هذا الهجوم، ولكنهم قاموا بالرد ويبدو بأنهم سيذهبوا بتصعيد واضح بهذا الاتجاه. وكذلك أن إسرائيل عادة لا تصرح نهائيا، وحتى أن كان هنالك مسؤولا إسرائيليا يقول شيء عن إسرائيل بأنها ليست من ضمن هذه العملية، التاريخ يؤكد أن دائما إسرائيل تقوم وتعمل بهذه السياسة. بالتالي كل المؤشرات الواضحة أن إسرائيل هي التي كانت خلف هذه العملية على ما يبدو. وعادة إسرائيل عند الاستهدافات من خارج الحدود هي مسألة معتادة عليها إسرائيل، هذه ليست مسألة جديدة. على سبيل المثال الاستهدافات في داخل سوريا عادة ما يحلق فوق الأجواء الإسرائيلية أو فوق مرتفعات الجولان ويقوم بتوجيه ضربات على دمشق أو حول دمشق. كذلك عادة الطائرات الإسرائيلية مثلا تحلق فوق البحر المتوسط لتستهدف عددا من النقاط في الداخل السوري، وهذا بالضبط الذي قامت به إسرائيل في الاستهداف على العمق الإيراني والذي جاء ردا على الهجوم الإيراني الكبير على العمق الإسرائيلي الأسبوع الماضي، السبت الماضي تحديدا. إسرائيل هنا قامت الطائرات الخاصة بها
بالتحليق فوق الأجواء العراقية إلى جنوب بغداد تقريبا فوق اللطيفية وكذلك فوق العزيزية، وقامت بعملية الاستهداف مباشرة باتجاه أصفهان المهمة للغاية، إحدى النقاط العسكرية والمطارات العسكرية هي التي كانت هدفا بالنسبة للطائرات الإسرائيلية. ABC نيوز الأمريكية هي التي تحدثت عن هذه التفاصيل، قالت إن طائرة إسرائيلية حربية واحدة كانت تحلق فوق الأجواء العراقية وقامت بإطلاق 3 صواريخ باتجاه أصفهان، ولكن في نفس الوقت كان هنالك فريقا من الموساد الإسرائيلي متواجد في داخل إيران هو الذي شارك أيضا بهذه العملية، قاموا بإطلاق 4 طائرات مسيرة من الداخل باتجاه النقطة المستهدفة أي في أصفهان، وذلك من أجل مشاغلة المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة من أجل أن تحقق الطائرة الإسرائيلية أهدافها الأساسية، وهذا بالضبط هو الذي عملوا عليه. وواحدة من الإثباتات بأن الأمور جاءت بهذا الشكل بالنسبة للجانب الإسرائيلي ليحققوا الاستهداف بهذا السيناريو هي المعززات الخاصة بالصواريخ، ظهر معززين لهذه الصواريخ وهي موجودة في اللطيفية وكذلك في العزيزية، وإذا ما ذهبنا هنا إلى هذه الصورة ستلاحظ هذه الصورة لإحدى المعززات وهذا صاروخ آخر لإحدى المعززات، البعض تحدث بأن هذه الصواريخ قد فشلت ولذلك هي سقطت، طبعا إن كان الرأس الحربي موجود بهذا الصاروخ لحقق انفجارا هائلا في هذه المنطقة، ومن الممكن أن لا يتبقى شيء من هذا الصاروخ بسبب هذا الانفجار، بالتالي انفصل هذا الصاروخ واتجه مباشرة باتجاه العمق الإيراني، وليس هنالك حتى إثبات واحد بأن هنالك فشلا لهذه الصواريخ. والصواريخ بشكل عام تبدو أقرب إلى حقيقة بأنها صواريخ بلو سبارو الإسرائيلية كما تلاحظون، التي ينفصل جزء منها من المعززات الخاصة بها لكي يتجه مباشرة الرأس الحربي ليحقق الضربة التي يبحث عنها، وعادة هذه الصواريخ يتم حملها بطائرات F-16I، وكذلك أن بعض التشابه هنالك مع صاروخ بوباي 3 الذي ترونه، لكن الحقيقة أن بلو سبارو هو الأقرب إلى حقيقة ما جرى. السؤال هنا هل إسرائيل تمكنت من ضرب أهدافها أم لم تتمكن كما تتحدث وتحدث الجانب الإيراني؟ اليوم The New York Times كانت قد نشرت تفاصيلا عن مسؤولين إيرانيين كانا قد تحدثا بشكل واضح بأن الاستهداف قد تحقق وكانت هنالك ضربة مؤثرة على إحدى منظومات S-300 الروسية الخاصة بالعمق الإيراني، وكذلك إيران إنترناشنال تحدثت عن نفس المسألة، وحتى يدعوت أحرنوت العبرية أيضا تحدثت عن ضربة باتجاه S-300. وإذا ما اتجهنا إلى منطقة الاستهداف المحتملة طبعا هنا سنتجه إلى أصفهان، وسترون هذه المدينة المهمة للغاية، هذه هي أصفهان، إلى شمال شرقها هنالك قاعدة أصفهان العسكرية التي ترونها هنا، وهذه القاعدة عادة هنالك الكثير من طائرات F-14 توم كات الأمريكية السابقة طبعا والقديمة التي تمتلكها إيران، هنا كما هو واضح القاعدة مليئة بالمنظومات الدفاعية، ولكن منظومات S-300 موجودة إلى شمال غرب هذه القاعدة تقريبا، وهذه هي نقطة منظومات S-300. لنأخذ صورة واضحة لهذه المنظومات ستجد أن المنظومات هنا منتشرة، 4 منظومات من منظومات S-300 متواجدة في هذه المنطقة، هذه النقطة الوحيدة التي تتواجد فيها S-300 تقريبا، منظومتين هنا منظومتين واضحة هنا، إذن 4 منظومات، وكذلك أن هنالك رادارا، هذا هو الرادار الذي ترتبط به S-300 ورادار آخر خلف الرادار الذي تحدثنا عنه هنا، وبالتالي رادارين و4 منظومات من منظومات S-300. صور الأقمار الصناعية إذا ما عدنا إلى 15 أبريل ستلاحظ أن هذه المنظومات موجودة بأكملها هنا بحسب صور القمر الصناعي، وهذه هي المنظومة الرادارية الأولى وهذه هي المنظومة الرادارية الثانية، لكن 19 أبريل نفس التاريخ الذي تم فيه استهداف العمق الإيراني طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي ستلاحظ اختلافا كبيرا في الصورة، لاحظ أن منظومات S-300 اختفت تماما من الوجود في هذه المنطقة، وكذلك في نفس الوقت ستلاحظ اختفاء أيضا المنظومة الرادارية، مما يوضح أن هنالك فعلا ضربات باتجاه هذه المنطقة، وكذلك أن المنظومة الرادارية الوسطية تبدو سليمة نوعا ما، ولكن التحديثات الخاصة بالقمر الصناعي توضح بأنها أيضا تأثرت وضربت. لاحظ هذه الصورة القادمة اليوم ليست واضحة طبعا، ولكن هي لنفس الموقع، تلاحظ هنا المنظومة S-300 هنا S-300 هنا، هذه 4 منظومات، وهذا هو المنظومة الرادارية التي نركز عليها الآن لنقترب منها قليلا. لاحظ إذا ما اقتربنا من هذه المنظومة
المعلومة ستلاحظ أن لونها قد اختلف اليوم تحديدا بعد هذا الاستهداف. لاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد، هو يوضح لك هذا اللون بأن هذه المنظومة فعلا كانت قد استهدفت. باختصار شديد جدا يوضح الأمر بأن هنالك ضربة لهذا الرادار وضربة لهذا الرادار الخلفي، وكذلك بحسب نيويورك تايمز أن إحدى المنظومات الرادارية أو المنظومات الدفاعية S-300 قد ضربت، ويبدو بأن إيران سحبت المنظومات البقية خاصة ونحن تحدثنا عن 3 صواريخ التي استخدمت، بالتالي يبدو بأن 3 أهداف هي التي أصابتها إسرائيل، وهذا طبعا يعتبر وتعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. هذه ضربة جراحية واستراتيجية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأن هذه القاعدة تأتي إلى الجنوب من مفاعل نطنز النووي على مسافة 103 كيلومتر. نعم المسافة بعيدة كما نلاحظ، هذه طبعا المفاعل الذي يتم فيه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، المسافة بعيدة ولكنها ليست بعيدة بالنسبة لتغطية المنظومات الدفاعية مثل منظومات S-300 الأهم بالنسبة للجانب الإيراني. وبالتالي هذا يوضح أن الجانب الإسرائيلي هنا بضربه لهذه المنظومات هو يعني بأنه الآن أفقد هذا المفاعل الحماية التي تأتي إلى جنوب هذا المفاعل، وقاموا بتعطيله تماما إن كانت المنظومات الدفاعية وإن كانت المنظومات الرادارية. وهذا يعني باختصار بأن لو إيران اتخذت قرارا برسالة واضحة من إسرائيل بالعودة باستهداف العمق الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، فهي أفقدت إسرائيل هذا المفاعل أي حمايات ممكنة، وبالتالي من الممكن للطائرات الإسرائيلية أن تتسلل من المنطقة الجنوبية على هذا المفاعل ليؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى ضربة كبيرة وإلى تدمير هذا المفاعل. ويجب أن ننتبه أن الجانب الإيراني أخفى الكثير مما تحدثنا عنه هنا باتجاه هذه المفاعلات وهذه المنظومات، خاصة أنهم لم يصوروا هذه المنطقة نهائيا. التصوير الذي جاء من داخل قاعدة أصفهان بالنسبة للقيادات الإيرانية كان باتجاه هذه النقطة، ظهر أحد من القيادات الموجودين في هذه المنطقة لنقترب منها قليلا من هذه المنظومة الرادارية، صور من منطقة بعيدة إلى الشرق تقريبا من نقطة S-300 التي ضربت، وقال بأنهم تصدوا لطائرات المسيرة الأربعة وكان ناجحا وناجح عملية الدفاع والهجوم الإسرائيلي، كان فاشلا بحسب تعبير هذه المنظومة الرادارية. وهذا هو القيادي الذي ظهر خلف هذه المنظومة كما تلاحظون، وهو يتحدث كيف أنهم تصدوا للطائرات المسيرة وأنه هجوم فاشل ولم يحقق شيئا، ولكنهم لم يصوروا النقطة التي أظهرناها لكم قبل قليل. وهذا هو بالضبط نفس الأمر الذي قامت به إسرائيل من جهتها عندما هاجمت إيران قاعدة نيفاتم الإسرائيلية وحققت ضربات ب5 صواريخ على الأقل. أيضا في اليوم التالي إسرائيل أظهرت طائرات F-35 الشبح التي تهبط في قاعدة نيفاتم، وقالوا لا مشكلة في بادئ الأمر طبعا وفي بداية الأمر في المدارج، وبأن لا مشكلة نهائيا في هذه المنطقة، بينما إيران تمكنت في حقيقة الأمر بهذا الهجوم من استهداف هذه المنطقة ب3 صواريخ وكذلك هذه النقطة هنا بهذا الاتجاه، والتصوير كان باتجاه هذين المدرجين الذي ظهرت فيه طبعا طائرة F-35 بينما لم يظهروا هذه النقطة. وهذا يوضح طبيعة أن الطرفين لا يظهران حقيقة ما جرى من هذه الضربات، بالتالي هي لا زالت تحت إطار حرب الظل على ما يبدو كما نلاحظ. المشكلة أن العراق يبدو بأنه دخل في دائرة هذا الصراع وبقوة، وقد تتصاعد الأمور أو قد يكون هنالك ضبط للنفس.